هلا هلا. بس لك الحين القرقيان من امتى على ايامكم انت القديم الاول. ايه ولادي القرقيان ما هو اسم الكل يتداوله ولا برضه لا الاطفال تفرح وناس يسمونه قرقيان، ناس يسمونه قرنقعو، ناس قرنقشو، يعني انا ما شو نفرح ونلبس بلابس تقليديه والناس تفرح وماشيه. فهمت يا ولدي؟ يعني من القديم الازلي. من اي من القديم الازلي حبيبي. يلا تعالوا اعطيكم الحين. ايه انت امسك المديني من المساعه. قام قول يا ابو دويك القرقعان يقرقعون الناس بأداب واخلاق عليهم، واللي بيطق الباب الناس يصير بهدوء بثرابه يعني بعقل، ما على طول كذا وكذا، صاروا عجيبين عشان الناس تحبكم، لا راح تسوي محل ولا شيء كلنا نحبكم، لا سويتوا كذا ما حد يعطيكم ولا حد يعطيكم وجه. عجيبين صيروا عجيبين، ها صاروا اخلاق عندكم يا عم ابو علي، ما تسوون كذا عاد كلامك عادل 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 عاقلين عادل عادل طارت في السحارة. اسوي ماي
سوامي ايش تسوي هنا سوامي؟ عيوني سوامي، قلب سوامي. ايش تابيت هنا واقف باب بيتي؟ والله شوف قلبي وداني هنا. جاي وجهك قلبك ان شاء الله. ايش لحق احط طولتك عند فتحة الباب؟ والله وزع قرقعان. قرقعان قرقعوا على ذونك ان شاء الله. شل طولتك الحين وانا اقول من المقر. ما حد جاني من هالبزران، ادري انت ملهيهم. انا قرقع عندك. قرقع انا من اشوف ايش قلبي قرقع. قلبك يقرقع؟ اي نعم من اشوف ايش قلبي قرقع. قرقع على راسك ان شاء الله على طقيتك. اسمع يا سوامي، الحق شيل اغراضك، الحق كلهم فتحت الباب تخلي الجهال يجون يقرقعون عند فتحة. اقول لك من المقارب قاعده، ما حد جاني من هالجهال. ولا يهمك ولا يهمك، انا قرقع عندك. قرقع عندك؟ هذا قرقع عندك. ايه انا موجود انا موجود بس جات على انا قرقع عندك ولا يهمك. ولا يهمك شلون ادري سلم شلون ادري اقبليها مني من عمق عمق قلب قلبي طالع لك اي نعم من عمق عمق قلبي من عمق عمق قلبي اي والله بس راحت هالورد اذا حتى حنا يكفي لونه يكفي لونه حمر حمر لون حمر مشكور يا حبيبي يا سامي تعال تعال يا ابوي تعال تعال يا ابوي تعال تعال اعطيني ورده اي ورده تستاهلين تستاهلين ورود ورود وتستاهل بعد ورده تعال يا ابوي تعال تعال الله يسلمك تعال اعطيك ورده تستاهلين ورود تستاهلين ورود تعال يا ابوي هذا من حقك تعال خلنا نعطيك ورده تعال هيا ولا جيجي جيمها ولا جنبها يلا هاي هاي دنا لك خلاص انا يعني ما تستحي ولا شدغي انا من بعد المرحوم ما بي احد اي من بعد المرحوم اي 60 واحد جات تقدموا علي تعبوا بصات يجون اي واخر بس اي 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 ولا شوف هنا شوف ضلتك اي 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 يلا روح خلاص اسبق الثماره اسبق الثماره هذا اقول لك يا ابو علي ادبك انت مهره معطيني ورده يا ابو علي يقول من عمق قلبي شلبي ها اقول تسحرت انت تراني مخشيت لك هناك حبيبه هريسه نقصه اي 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 وحبيبه تامر بعد شلون هذا قبل المقارب تعال خذ حبيبة تامر مع حبيبة هريس هيا بعد عمري يا حياتي قلبي يا حياتي اطلع قلبي واعطيك اياه بسم الله على قلبك يا ابويا هاك اخذ هذا هدية منيا اي بسم الله عليك بسم الله عليك ما تشوف ان شاء الله العافية ما بمنيا والله ما بمنيا يا ابو علي الله يعطيك العافية من كنت حياتي ما بقادر يا بعد قلبي انت لا تقول لي كلام حلو ما اقدر ما اقدر ما اقدر لا تنسى عاد ابويا شلعت قلبي حطيتي عندك ما اقدر بسم الله على قلبك يا ابويا لا تنسى عاد قلبي انت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لا تنسى ان شاء الله ان شاء الله لا تنسى يا ابويا هات 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 ها طلع مني طلع ها يا عمر يا هيا ايش فيك انت ايش فيك نزل وجهك مالك شوف حباني انت شفت وجهك قبل اقول انا ما حخربها الا انت ما خربت الا انت مع ايش تعب فيك حباني تحباني لا شعر لا نظر حباني طالع ها طالع شفت ها شفت كروشك ذي خلصت كلامك اي والله انا اقول حباني احسن منك مالت عليك اقول لك تسوي الحركات ذي وانت من بول احتوى تفل على هالباب تتهوشان انت مهبه اخذ
اخذت يا ادلك 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 مالت عليك سبح الدواي اني ما اتحدث يوم السير والميران عطلنا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم يوديكم لأهليكم عطلنا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم يوديكم لأهليكم عن المطر والرعد انت الاجمل. شكرا شكرا محمد علي. لا ما بي ما بي ان شاء الله ما بي غريب ان شاء الله ما بي ما بي لا كل العيالك ما قالوا لي شكرا لك يا حبيبي عطاه نور عطاه شكرا شكرا يا سامر شكرا لك هلا محمد علي هلا 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 اهلا وسهلا بس لك ولا غلطه شو رايك والله ولا غلطه الحمد لله انا جميل بكل حالات رجعنا خلصنا شو رايك رجعنا حقنا والله جميل صراحه ما رجعت الله سلام تاخرت انا والله ما مداني الا ما وين شفتك ما شي سوي هاك لا حطيت السياره خلاص حتى بعد شو بدي الله يسلمك وديت الباب انا اعطاك من يم الباب زين صح نورتنا بعد شو بدي هنا الاناره شوي من بين وجهك كذا احسن انت وجهك حلو ما يحتاج ايوه ما تنزل ضابط نظاره اسال والله يا اخواني خلصنا اليوم وبقوا البطاطس حقي وبقوا البياناتي وبقوا الحلويات كلهم والله بقوا ما طلعت من الكيسة فاضية الكيسة فاضية والله لا أحد جاب لي لا أحد أكلمك تجيب لي شو اسمه كابر وياك شو اسمه نروح نودي سيارتي لأن أنا في الريو وصلت هدي بس ألماني أنا فاضي شو اسمه تخلون حصى عطاني تبع حصاه ها عطاني تبع حصاه انت ما يبي نجيب سيارات جميل جمال صلوا على الحبيب محمد. الله لا يريكم مكروه لا في أنفسكم ولا في حبايبكم. قولوا آمين. هذه شابة سعودية اسمها فرحة وما اكتملت فرحتها. قدر الله وما شاء فعل، أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة، تشوه جسمها، إصابات متعددة، وفقدت أحد أذانها. أسرتها محدودة الدخل. تكلفة علاج هذه الأخت 85,000. المبلغ الآن الموجود 46,000 أكسور، باقي على المبلغ 38,000. أنا كلي أمل ورجاء فيكم إن احنا نكمل المبلغ هذا في ساعات قليلة. البنت إذا انصابت والله وجعت قلب، فأتوقع كلنا بنوقف معها.
يشهد علي الله، بعد ما تواصلت معاي هذه الجمعية أنا تألمت بخصوص هذه البنت وتعمقت بتفاصيل الجمعية وكذا لحد ما أني أطمئن لها، عرفت أنها من جمعية خيرية ورسمية وموثقة من وإلها. حطوا في بالكم الناس اللي ما تقدر تدفع حتى ريال واحد تمنشنها لغيرها، الدالة الخير كفاعلة، الليلة جمعة ليلة فضيلة، وما حد وده يكون في هذا الموقف والله العظيم. مثل ما الدنيا تبي الآخرة تبي، ما في شيء راح يضيع. خلوني محل حماس مثل هذه الأشياء، أنا لما أشوف تفاعل مثل هذه الأشياء والله بالعكس أنا فخور أن أنا أقدم مثل هذه الأشياء، هذه الرسمية اللي تكون تحت مظلة رسمية، ما عندي تردد. أشياء عشوائية لا ما رحب فيها، لكن الحالات اللي مثل هذه تكون رسمية بالعكس أنا أنبسط. بالنسبة حق دول الخليج إذا عندكم قرايب تقدرون تعطونهم هم يسددون لكم. أنا عندي بنتي هذه تشوفونها محترقة، لها عاني لها 4 سنوات تشوفونها، ترى لها 5 سنوات، لها 5 سنوات وهي تعاني من الحروق الشديدة، سوالها عملية واحدة بس، عملية واحدة ما قبلها غير مستشفى. عندنا كل شيء ما يثبت ذلك. اي والله حنا نبيكم تفزعون هالبنت، جزاكم الله الف خير. بحر شلون كلها محترقة مثل ما شفتم يا إخوان، حالة إنسانية مؤلمة وهي حرق في البنت مؤلم جدا من الدرجة الثالثة يا إخوان. شوفوا البنت كيف تتألم، تحتاج إلى عمليات تجميل كثيرة مكلفة وأيضا للإذن، لا شك أن هذا كله يحتاج إلى وقف الداعم بإذن الله تعالى من الداعمين يستطيع أن يساهم في هذه الحالة. الله يدايخ يا جماعة الخير، الونزة جاتني وعدمتني من وانا في قطر، ما تهنيت والله. ما علينا، انا تقريبا قبل 2 سنين قلت اذا الله وفق وتوثق حسابي راح احط سيارة هدية كرامة لكم، والله ما فيها لا منا ولا فضل كلش، انتم من بعد الله يعني أسباب قوتي ووصولي لهذا الشيء. فأنا عندي وعدي الله يعلم ومحتار أحط لكم سيارة تويوتا هذه ولا أحط لكم 18 آيفون، والأمر عندكم الله. شاركوا في سناب وأعطوني رأيكم لأني ببدأ فيها بإذن الله من بكرة. يا هلا وغلا فيكم، هذا الإعلان ما هو مثل أي إعلان عابر بتاتا، لأن وراه منفعة، منفعة لكم. سبق وإني سويته وفي ناس أقدمت عليه والله وفقها، وفي ناس رجعت وكلمتني يا أبو فلان وين الإعلان راح، نبغى كذا كذا، ما صار في نصيب. الجماعة اللي أعلنت لهم صار عندهم ضر، على ما خلصوا عملائهم الآن رجعوا لي قالوا يا أبو ريم في مجال عندنا عدد محدود وأعلن عنه، واللي له نصيب يأخذه. وشو هذا؟ أنا أقول لكم، العيد مقبل وغير العيد، دائما أنت إذا بتهدي أحد عزيز عليك، أمك، أبوك، عيالك، تهدين زوجك، تهدي زوجتك، صديق مقرب لك، دائما وش تهدون؟ الأشياء الجميلة دائما إما ذهب أو عقار، هذه فرصة عقار لا تعوض. شلون يا بريم؟ أنا بنوركم. أنت متخيل إن قطعة أرض مساحتها 600 متر تباع ب30,000؟ مع العلم سابقا بدأت ب10 وتالي 14 والآن وصلت إلى 30,000. الأرض هذه موقعها في ثالث أكبر محافظة في المدينة المنورة، قريبة من طريق حايل الجديد السريع، قريبة من مشروع بوليفارد الذهب. الأرض زراعية، الصكوك مشاعة. أنتم ما تدرون اليوم تأخذها بهذا السعر، لا تقولها بغى بيعها بعد بكرة ولا بعد شهر، لا تأخذها لقدام، تنتظر سنوات. ما في أراضي إلا وتعمر، ما في أرض زراعية إلا وتهب قيمتها، ما يعني في أراضي زراعية أصلاً تبدلت إلى أراضي سكنية، هذا الشيء علم عند الله، لكن ما في شيء يضل على وضعه. أنت بتأخذها ب30,000، لا تأخذها حتى لحالك، أخذها
انت مع اثنين 15-15 ولا قسموها على اربعة كل واحد 7.5 وانسوا موضوعها، ذخروها لقدام لكم او لعيالكم او عيال عيالكم، والله فرصة لا تعوض. طيب هي عددها محدود، فانا الان بحط لكم الرابط مال الواتساب هذا، الحق ما تلحق. طريقة الشراء جدا سهلة، وانتم جالسين تفتحون الواتساب تواصلون معهم، اسألوهم عن ادق التفاصيل، كل شيء، موقعها وين، رقم الصك الى اخره، ما تشترون الا وانتم مطمئنين. الناس هذه تعاملها جدا راغي، والله العظيم انا تعاملت معها جدا جدا راغية، اوكي، ولا باول مرة. والناس اللي شرت من عندها من قبل من متابعيني انا، للامانة ما جاني احد من عندهم وقال لي تعال انا تعاملت مع ذول وتعاملهم بطيب ولا صار معي كذا ولا كذا، لا، كلهم شروا ونسوا الموضوع. فانتم تدخلون لقدام، الله يوفقهم ويوفقكم ويوفقني لكل خير. هذا رقم الواتساب، العدد محدود، العدد محدود، لا حد يجيني بعدين يقول لي ان جاء شيء زاد مستقبلا، انا ما ادري، لكن العدد فعلا والله محدود. الله يوفق الى نصيب.